المحور الثاني، الدرس الأول، التمرين الثالث. التمرين الثالث، انقل وأكمل الجدول التالي. اثنان على ثلاثة 1.8، اثنان على ثلاثة 1.8، 0.33 - 8، 0.33 - 8، والثلاثة -5/9. نبدأ. المهم أنني أنجز هذا الجدول، لا يهم ترتيب الخانات. نتأمل الجدول وأبحث عن الخانات السهلة، أبدأ بها أولا ثم أفكر في البقية. مثلا مثل هذا، هذه خانة سهلة، أقلب البسط مقام والمقام بسط. إذا كان هذا هو X، ما هو معاكس X؟ هو هذا العدد بالنقص. بالنسبة لهذه الخانة، بالنسبة لهذه الخانة 1.8، ما هو مقلوبها؟ نحتاج إلى عمليات خارج الجدول. 1.8 ما هو مقلوبه؟ 1.8 هي 18/10. 18 تقسيم 2، 10 تقسيم 2، مقلوبها البسط مقام والمقام بسط، 5/9. ما هو معاكس هذا العدد؟ هو هذا بالنقص. بالنسبة إلى هذا، هذا 3/1، مقلوبه 1/3، وهذا معاكسه -1/3. إذن هنا الفكرة التي نتذكرها، فكرة هذه ليست اليمنى، ليست اليمنى هي اليسرى، وليست اليسرى هي اليمنى. إذن ليست اليمنى معناتها اليمنى. النفي نفي إثبات، نفي اليمنى هو اليمنى. عندما أجرب هنا، ليس القط معناتها هنا ليس هذا، نرجع إلى هذا، احتجناها هنا، احتجناها في هذه 0.33، احتجناها هنا. مقلوب الثلاثة، الثلاثة مقلوبها، الثلاثة هي 3/1، مقلوبها 1/3، ومقلوب 1/3 هو 3/1 وتساوي 3. إذن هذا مقلوبه هو هذا، ومعاكس هذا هو هذا. نأتي الآن إلى 0.33، ما هو مقلوبه؟ 0.33 هي 33/100، وما هو مقلوب هذا؟ هو هذا. إذن مقلوب هذا هو هذا، ومعاكس هذا هو هذا. بالنسبة لهذه، ما هو معاكس المعاكس؟ إذن -8 معاكسه +8، والثمانية هي 8/1، مقلوبها 1/8. إذن زائد ثمانية ما هو مقلوبها؟ هو مقلوب الثمانية، والثمانية هي 8/1، ومقلوبها 1/8. إذن مقلوب هذا هو هذا، ومعاكس هذا هو هذا. بالنسبة للخانة الأخيرة سهلة، هذا العدد ما هو معاكسه؟ وهذا ما هو مقلوبه؟ هذه الأوراق ستجدها أسفل الفيديو. انتهت الحلقة.